الطريق السريع تاز الحسيمة مشروع استراتيجي سيمكن ربط الحسيمة بمحور الطريق السيار وجد أجدير عبر بنية تحتية حديثة ستساهم إيجابا في تحسين ظروف السير وتقليص مدة التنقل من 3 ساعات إلى 2 ساعة. المشروع يتضمن تثنية الطريق الوطني رقم 2 والطريق الجهوية 505 على طول مسافة 148.5 كيلومتر ومجموعة المعابر للأودية و40 قنطرة وجسر طويل وإدخال تحسينات فنية في مخطط المشروع. هذا المشروع سيمكن من رفع جودة الخدمات المقدمة للمستعملي هذا الطريق، سيمكن كذلك من رفع من وتيرة وسهولة السير على الطريق، سيمكن كذلك من تقليص مدة التنقل، وسيمكن كذلك من توفير خدمة في جميع الظروف وديال الطقس. المشروع سيوفر مواصفات عالية من الخدمات تلائم حجم حركة السير التي تشهدها المنطقة خصوصا في فترة الصيف والمتزامنة مع عودة المغاربة المقيمين بالخارج، مع تأمين خدمات السلامة وضمان استمرارية السير إبان فترات التساقطات المطرية. أشغال غادي في طور إنجاز عادي، البورسنتاج تقريبا 70-75%. الطريق هذه غتوصل غتخلق تواصل مع مدينة الحسيمة، سير حلقات السير وتنقص لي زاكسيدون باسكو سي فوا اكسبريس ا دوبل فوا حتى لتاج ان شاء الله. هذا المشروع الاستراتيجي سيمكن من ربط 3 جهات بكلفة مالية بلغت حاليا مبلغ 3.3 مليار درهم بعد إنجاز الدراسات التنفيذية. كما عرف المشروع مجموعة من الإكراهات والصعوبات تتمثل أساسا في طبيعة التربة غير المستقرة. طريق سريع ما بين نكورو وبن بوياش التي يبلغ الطول ديالو 14 كيلومتر، وتنعترف بانه الاشغال تتمشى بوتيره عاديه وان الشركه خدامه بطريقه اللي هي تواصليه معنا احنا ومع الاداره المعنيه بالامر. إنجاز الطريق السريع تم تقسيمه إلى 7 أشطر عبر الطريق الوطني رقم 2 بين أجدير وبوعياش 17 كيلومتر مع تثنية 3 منشآت فنية، مقطع من بوعياش ووادي النكور على طول 14 كيلومتر وبين النكور وكاسيتا على طول 18 كيلومترا، مع إعادة إنجاز مجموعة كبيرة من المنشآت الفنية وجسر طويل عبر الطريق الجهوية رقم 505 والمقطع الرابط بين تازة وبدال الطريق السيار على طول 6 كيلومترات.